إذاعة صوت العرب من أمريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء. إعداد مجدي فكري. تقديم ياسر نصر. نبي الله إسحاق عليه السلام. هذا البرنامج يأتيكم برعاية قشات ميديترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده. يرحبون بالجالية العربية والكلدانية، جميع أنواع المواد الغذائية، ألبان طازجة، الكرزات والبهارات الطازجة. داخل الأسواق مطعم ميديترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب، المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة. تفتح الأسواق من 8 إلى 9 مساء من الاثنين وحتى السبت، ومن 8 صباحا إلى 9 مساء يوم الأحد. تقع الأسواق على 2839 North Western Highway في مدينة فارمينغتون هيلز. لحوم حلال للجالية الإسلامية. لطلباتكم من المطعم call 248-538-7855. That is 248-538-7855. قشة ميديترينيان ماركت، خدمة متميزة ومعاملة راقية. نبي الله إسحاق عليه السلام هو ابن أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، وأمه هي السيدة سارة، وهو والد النبي يعقوب وأخ النبي إسماعيل عليهم السلام أجمعين. ومعنى إسحاق الضحوك، وإسحاق في التوراة معناه الذي يضحك، وقيل سمي بإسحاق لأن أمه ضحكت عندما بشرتها الملائكة بأنها حامل به. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. صدق الله العظيم. وجاء في التوراة أن السيدة سارة اختارت له اسم إسحاق لأنها كانت طاعنة بالسن آنذاك ولا تستطيع الإنجاب، لذلك ضحكت عندما سمعت بذلك. وعندما ولد الطفل قالت سارة لقد أضحكني الرب، كل من يسمع هذا الأمر يضحك معي. بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. صدق الله العظيم. وقد كانت البشارة بمولده من الملائكة لإبراهيم وسارة لما مروا بهم ذاهبين إلى مدائن قوم لوط ليدمروها عليهم لكفرهم وفجورهم. وقد ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن بأنه غلام عليم، وأنه من المصطفين الأخيار، وأنه من أولي الأيدي والأبصار، ومن نسله يعقوب، ومن يعقوب جاء يوسف والأصباط. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. صدق الله العظيم. وقد كان ميلاده عليه السلام معجزة وبشارة وفرحة لأبيه إبراهيم وسارة اللذين كانا كبيرين في السن وقتها، فبشرتهم به الملائكة فعمت الفرحة والسرور في بيت إبراهيم. وسجد إبراهيم شاكرا ربه وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العظيم. وورد في البشرى اسم ابنه يعقوب لأنه كان ممسكا بعقب أخيه التوأم عيسو. ولقد قر قلب إبراهيم وسارة بمولد إسحاق،
ومولد ابنه يعقوب. وقد كان ميلاد إسحاق بعد سنوات من ولادة أخيه إسماعيل عليهما السلام، ويقال إنه ولد بعد أخيه إسماعيل 14 عاما، وكان عمر والده 100 عام، وأمه سارة أو سارة بتشديد الراء كان عمرها 90 عاما. وقد قر قلب سارة بمولد إسحاق ومولد يعقوب من بعده عليهم السلام أجمعين. ولما شب وترعرع إسحاق عليه السلام وبلغ 40 من عمره، وقيل 60، تزوج من رفعة، وقيل رفقة، فولدت توأمين هما العيص ويعقوب عليه السلام، وأقام بمدينة بئر السبع. يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية نقلا عن أهل الكتاب أن إسحاق تزوج في حياة أبيه إبراهيم عليهما السلام، وكانت امرأته عاقرة، فدعا ربه فرزقه غلامين توأم جاء متتاليين، فالأول سماه عيص، والعرب تسميه العيص، وترى أن الروم تنسب إليه، وأما الأصغر فقيل إنه قد خرج ممسكا بعاقب أخيه فسموه يعقوب، وهو إسرائيل الذي تنتسب إليه بنو إسرائيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، صدق الله العظيم. وقد بعث الله تبارك وتعالى نبيه إسحاق عليه السلام نبيا ورسولا إلى قومه، حيث دعا الكنعانيين في فلسطين وبلاد الشام إلى توحيد الله سبحانه. وقد ذكر الله تبارك وتعالى نبيه إسحاق عليه السلام بالصفات الحميدة الحسنة، كما مدحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: الكريم ابن الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب من إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، صدق الله العظيم. وقد أصبح إسحاق عليه السلام من أثرياء زمانه، وكلما تقدم في السن زادت أمواله وكثر عبيده، وفي أواخر أيامه فقد بصره ولم يزل حتى توفي في فلسطين، وقيل توفي بالشام، ودفنوه إلى جوار أبيه في مدينة حبرون، وتدعى اليوم بمدينة الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، صدق الله العظيم. قصص الأنبياء. قصص الأنبياء، إعداد مجدي فكري، تقديم ياسر نصر.